اهلا وسهلا فيكم ببدو تريد. الكريبتو ماركت نزل بشكل كبير وكثير عالم خيفانه وعم تسالنا لازم نبيع ونحد من خسارتنا او صرنا بمنطقه منيحه لنشتري. اليوم رح اقول لكم انا شو عم بعمل. سو بليز لايك اند سبسكرايب للشانل وخلينا نبلش. اول شيء بدي اقول لكم هيدي مانا فاينانشال ادفايس، انا بس اليوم عم اقول لكم شو عم بعمل انا، اعملوا دراستكم الخاصه وقرروا انتم، انا هذا اللي رح اعمله. البيتكوين نزل، السوق كله نازل، و43000 السوق كله نازل بشكل كتير كبير، في اشياء دبل فيجرز مثل مثلا دوج وغير اشياء نزل بدبل فيجرز، في اشياء لا. Alright, so الاسباب اللي نزل السوق فيها انا حكيتكم عنها امبارح بس رح ارجع اعيدها بشكل كبير بشكل سريع. الماركتس خيفانه من تشدد الحكومه الفيدراليه بامريكا، هذا اكثر تشدد عم يحكوا عنه من سنه 1994. متقايلين بده ينزل السوق بقيمه 225 بيسس بوينت زيادة على 25 بيسس بوينتس اللي نزلوها الشهر الماضي. سو يعني بدها تعلى الفوائد هالسنة بس ب 2.5% بأمريكا. الأمريكان مش معودين على هالأشياء وهالشي خوف السوق. يلي بده يستثمر شركات الاستثمار واللي بده تستثمر بيتداينوا من البنك كانت الفوائد 0% مثلا وكانت كتير واطي الفوائد وبيستثمروا أموالهم. إذا علت كلفة المصاري بخففوا استثمارهم لأنهم ما بدهم يخاطروا بفوائد عالية. سو بخفوا هالشي بيعمل ركود شوي بالاقتصاد وعم بخوف العالم بشكل كبير. يعني متوقعين شهر الجاي تكون الفوائد تعليتها ب 50 بيسس بوينت يعني 0.5% والشهر اللي بعده another 50 basis points يعني 0.5% بيكون بظرف شهرين ونص تقريبا عاملين 1.25% 1.25% زوايد. وغير هيك تشيرمان باول شو قايل بده يخفف البالانس شيت من الماركت سيركيليشن كمية المصاري بقيمة 95 مليار دولار بالشهر. هيدا الشيء اللي حتى يحد من التضخم المالي الكبير اللي صاير بأمريكا وبالعالم من وراء الكوفيد. بس في كتير معلومات غيرة منيحة عم الماركت بشكل عام كتير كتير منيح. وإذا بنطلع شو قال البليونير البيتكوين بليونير نوفاغراتس إنه وقت يوقف الفيد once فيد pauses وقت يوقف الزيادات والحكي والعالم تتأقلم من الوضع البيتكوين والكريبتو بشكل عام رح يطلع للقمر بدو يعلى سعره بشكل كبير. شغلة تانية إنه البيتكوين على الاكسشينجز أوطى نسبة من زمان كتير، يعني العالم ما بدها تتاجر عم تشتري وعم بتقيم على الاكسشينجز. ومبارح فرجيكم جراف كيف العالم كلها عم تشتري بين الصغير للكبير عم يشتروا. سو ما لازم نخاف لأنه كل شيء الفاندمنتال بعده موجود وبعده قوي. خلينا نشوف الجراف شو بتقلنا. الجراف شو بتقلنا هلا مثل كسرنا هالاريا ال 45 هاك كثير ريزيستنس اريا كسرناها نزلنا بشكل عمودي لتحت وصلنا هلا تاني ريزيستنس رح تكون او سبورت حاليا هي على 42500 تقريبا. Alright. اذا كسرناها بدنا ننزل للارياز تقريبا بين 38 وال 40000 المنطقه الثانيه الخطره كثير هيدي اذا وصلنا لها. مثل ما بقول لكم انا ما في شيء بيطلع دغري وما في شيء بينزل دغري. اذا بده يطلع شيء بس افسر لكم كيف بتصير. اذا تطلع شيء بيطلع هيك بيعمل ريتست بيرجع بيطلع، ونفس الشيء بالنزله بينزل بيعمل ريتست بكفي نزله. ليه عم اقول لكم هالشيء؟ كثير عالم عم بيقولوا لي بدهم يبيعوا يطلعوا من السوق، خيفانين من الماركت بدهم يبيعوا يطلعوا من السوق. Alright. انا شخصيا فيكم تعمل باتكوري ما بعرف وضع كل شخص فيكم بس انا شخصيا ما ببيع هلا. الماركت طلع بشكل عمودي وصل لهون عملنا تيست للافريج تبع ال 200 نهار رجعنا نزول. Alright. يمكن تكون هيدي الاريا الباونس لنكفي طلعتنا. Alright. يمكن تكون الباونس. اذا لا يعني اذا وصلنا لهون وكفينا طلعتنا كسرنا ال 48500 ونوصل ل 50000 هاي يمكن تكون بس كوركشن تصحيح. بس حتى لو بدنا ننزل نكسر 42 ونضلنا نازلين لل 40000 و 38000 ما رح ننزل بشكل جالس. يعني بدنا طلعنا لهون بننزل بدنا نعمل باونس لهون وبنكفي نزلتنا. هذا اذا بدنا ننزل بنعمل شو بيقولوا اللور هاي. هيدا اعلى نقطه ها بتكون نقطه اوطى منه ها بتدلنا انه الماركت رح يرجع يكفي واطيته. اذا كسرنا هون ضلينا طالعين كسرناها يعني طلعنا لهون حتى وقت نطلع لهون بدنا نرجع نعمل ريتست ونكفي طلعتنا.
هيك الشبكه والجرافس بيشتغلوا. Alright. ان شاء الله عم تفهموا علي. خليني بس ايمون لهول لفرجيكم شيء ثاني. الشغله الثانيه اللي الجرافس عم تفرجيني اياها كمان انه الRSI. RSI هذا مؤشر بيقولوا له Relative Strength Index، بفرجيكم قوه الزخم تبع الطلعه او النزله بالسوق. هون كنا تقريبا وصلنا لقمه الزخم، الماركت وصل للقمه، ما بقى في زخم وقوه ليكفي طلعته لل 50,000. سو بدنا نعمل ريتست، بنعبي ونرجع بنطلع. سو هلا عم نوصل للمنطقه، يعني هون منيح نبيع دائما وهون منيح نشتري بالRSI، بهالمؤشر هيك بفرجينا على الجراف. سو عم نقرب على منطقه منيحه للشراي بالنسبه إلي. سو انا بلشت اعمل دولار كروست افريج، يعني عم بشتري شوي شوي، ما بفوت اول ان، بشتري شوي شوي بكذا كريبتو عنديها انا كان عيني عليهم وحاطط عيني عليهم. مثلا وكنت قايل لكم عنهم بفيديو من يومين انا عامله، مثلا الايثيريوم صار بنص الاريا اللي انا كنت فيها، انا بدي شوي انترو بعد اذا بينزل شيء بسيط بس معقول يطلع من هون. سو اذا منيح نبلش نشتري، انا بالنسبه لي الواحد يبلش يشتري شيء بسيط هون وبيشتري اكثر هون اكثر هون اذا نزل، اذا كفى نزلته، مشان هيك ما بنفوت اول ان. So, وصل على الاريا اللي انا هيك الكاردانو على الدولار تقريبا، انا بشتري تقريبا على الدولار اذا شيء. السولانا فات بالاريا تبعي، بس اجين انا بدي اياه يوطى بعد شوي اكثر، السولانا منه بالاريا، الاريا اللي انا اللي بحبها. الايفاكس قرب كثير، قرب كثير، معقول اشتري شويه ايفاكس اللي عم فكر فيها. الايفاكس الدوت بعده فوق الاريا، ما رح فوت فيه هلا الدوت لانه علي بشكل كبير اوريدي، هلا بعده فوق الاريا، يعني هذه كتير منيح للدوت. الفي تشين هيدي حكينا، انا كنت عم بعملها قبل صراحه، خليني بس ايميل هون ديليت. alright. سو لاحظتوا طلع، قلت لكم انا ما بقى تشتروا كل المحلات هون، اذا بدكم تشتروا بترجعوا بتشتروا هون. هيدا عامله من اربع ايام، هيدا هالسكوير وفرجيكم اياها على الفيديو. نزلنا على الترند لاين 100%، هيدا الترند لاين خط اللي كنا ماشيين عليه، نزلنا دقينا فيه ويمكن نكفي من هون طلوع، يمكن نكفي نزول اذا كسرناه. سو هيدي جود، بيقولوا لها كونفرميشن باي، منيحه اذا بدها تكفي طلع. alright. سو بيرفكت هون، انا رح اشتري شويه في تشين هون. اللينك مثل ما انكم شايفينه عملنا بريك، كسرنا الترند لاين ورجعنا عملنا ريتست هون. الاريا بيرفكت على الار اس اي، وصلنا هون على الترند لاين، يعني عاده بيعملوا تيست بريك، ما في شيء بيطلع بخط عمود، تذكروا بيرجع بيعمل تيست بيرجع بكفي، يعني بيرفكت عم يجي. اذا كسرناه نزول اوراس بفتنا بمنطقه الخطر، بنصير نشتري اكثر، ما تفوتوا اول ان. انا عم اقول لكم انا شو عم بعمل، ما مش ضروري تفوتوا. سو في كثير عملات هيك صارت، في اشياء بتخوف اشياء لا، اعملوا دراستكم انتو. بس اجين اذا بدكم تبيعوا رح نرجع ردكم على البي يو اس دي، ما بنبيع هون على خساره، انطروا الباونس رح تجي. الماركت طلع بيجي، حتى سوري الماركت طلع بيعمل تيست، حتى لو بده ينزل يكفي نزول بده يرجع يطلع، بيقولوا له يطلع شوي لهون ويرجع يكفي نزلته، بيعمل شيء اسمه lower high. هون بنشتري على lower high. alright. إذا طلعتوا من السوق حطيتوا مصرياتكم بالدولار، هل لازم تنطروا؟ لا، استفيدوا من شيء اسمه DeFi، decentralized finance. حطوا مصرياتكم بمثلا Anchor Protocol وخدوا هون الـ UST، بتحطون الدولار تبعكم بتاخدوا 19.57%. هيدا decentralized، بتجيب بتكون تحطوا محفظة رقمية وتحطون هون وتعرف. إذا ما بتعرفوا تعملوا هالشي Binance فبلش اليو اس تي، هلا هون ما في لوكت، ما في، فيكم تحطون تقيمون ساعه ما بدكم، وفوائد كثير منيحه، 20% على الدولار تبعكم. انتم ناطرين يمكن تنطروا شهر شهرين ما بعرف. باينانس نزل عمل هيدي، نزلها نفس الشيء اليو اس تي دولار كمان، يعني 19.63، بس هيدي كنت تحطوها 90 يوم يعني 3 اشهر، بس عم تاخذوا فوائد 20% على الدولار تبعكم. ومجرد حطيتوا اليو اس تي انتوا او غيركم، اليو اس تي وقت يستعمل بيحرق بيلو لونا، سعر اللونا رح يطلع، مشان هيك انا كثير بولش على اللونا. سو هيدول الاستراتيجيز شو لازم تعملوا نحن بهالسوق. اذا بالدولار انتوا حطوهم خذوا فوائد عليهم، استعملوا ديفاي. اذا بعد ما طلعتوا انطروا ليطلع السوق شوي، واذا بدكم تبيعوا بيعوا هونيك وشوفوا شو عم بيصير بالسوق حسب حللوا ساعتها. انا رح ضلني معكم بالبول ماركت وبالبيل ماركت. Please like and subscribe to the channel, and I'll see you soon in a video. Thank you.